وهي على قناة النهار، أول قناة إخبارية في الجزائر. تبقى الأمطار الرعدية الغزيرة تخص أقصى الجنوب الجزائري حتى بجنوب الدرار، مع درجة حرارة في معدلاتها الفصلية بالمناطق الشمالية أيضا حتكون فيه رعود مرفوقة بأمطار بالشمال الجزائري. أكثر تفاصيل نبدأ بسرعة. القمر الاصطناعي توضح لنا في الصورة انتشار سحب رعدية على الجنوب الغربي نحو شمال ووسط الصحراء حتى بأقصى الجنوب الجزائري نحو الهجر والتسيلي. الريح إن شاء الله من ضعيفة إلى معتدلة، ما تفوتش 30 كيلومتر في الساعة، ممكن أنها تشتد تحت وقع الرعود بالشمال وكذلك بالجنوب. إذا مشاهدينا راح يصبح الحال مغيم مغموم وثقيل على المناطق الشرقية للوطن، ضباب خفيف مرتقب بالسواحل الوسطى مع بعض السحب، يعني حتكون الحالة شوية مغيمة على السواحل الوسطى خلال الصبيحة. أجواء من صافية إلى مغشرات جزئيا على المناطق الغربية، أمطار كذلك تبقى دائما تخص أقصى الجنوب الجزائري نحو الهوغار. راح يصبح الحال ثاني مغيم بشرق الصحراء مع بعض الأمطار، أجواء غائمة على الجنوب الغربي حتى بشمال ووسط الصحراء مرفوقة ببعض القطرات من الأمطار خلال الصبيحة. تبقى الأجواء من صافية إلى مغشات على باقي ولايات بلادنا. درجة الحرارة الدنيا اللي راح ينسجوا إن شاء الله مع الصبيحة ومع الفجر ممكن ينسجوا في حدود 20 درجة بعين صالح، 32 درجة بأدرار وتيمي منتمية وين وركان، 25 درجة بكل من إليزي جانا الدبدب عين ميناس وبرج الحواس. مقاييس ما بين 21 إلى 22 درجة بالسواحل، وفي حدود 19 درجة كأن مقياس راح ينسجوها بكل من باتنا بريكا مروانة وخنجلة. مع العشية إن شاء الله راح تبقى فيه أمطار حتكون غزيرة ومعتبرة بأقصى الجنوب الجزائري نحو الهوغار حتى بجنوب أدرار. كما نشوفوا في الصورة الأمطار هذه راح تكون رعدية ومعتبرة محليا، أجواء غائمة دائما بشرق الصحراء مع بعض الأمطار حتى على الجنوب الغربي نحو شمال ووسط الصحراء الأمطار ثاني راح تكون رعدية. رعود أيضا مرتقبة على المناطق الداخلية، كذلك الهضاب العليا والأوراس حتكون مرفوقة ببعض الأمطار. تكون الأجواء من صافية إلى مغشات خلال الظهيرة بالسواحل الوسطى حتى على المناطق الغربية. درجة الحرارة تبقى مرتفعة نوعا ما بأدرار، راح ينسجوا في حدود 44 درجة بتيميمون تيمياوين وركان وأدرار، 43 درجة بعين صالح، 40 درجة على إليزي جانا الدبدب وعين ميناس. تبقى في معدلاتها الفصلية بالمناطق الشمالية 32 درجة على معظم السواحل الوطنية، 35 درجة راح ينسجوها بكل من لغوط وأفلو، نسجلوا في حدود 37 درجة كأعلى مقياس بالمناطق الشمالية بكل من معسكر شلف غليزان سعيدة سيدي بالعباس وتيسمسيل، وفي حدود 31 درجة على باتنا و32 درجة راح نسجلوها بكل من البيض نعامة ومشرية. شوفوا البحر على طول شريط الساحل حيكون من هادئ إلى قليل الاضطراب، اتجاه الموجة حيكون غربي على السواحل الغربية، راح يتحول خلال المساء يولي شمالي شرقي، حيكون شمالي شرقي على السواحل الوسطى وكذلك الوسطى وكذلك الشرقية للوطن، راح يتحول إلى شمالي غربي خلال المساء على السواحل الشرقية. البحر دافئ على طول الشريط الساحلي، الرؤية دائما متوسطة بالسواحل الوطنية. نختم معكم اليوم مشاهدينا بورقة بولاية من ولايات بلادنا. اليوم نروح إلى الغرب الجزائري، أمطار ورعود أيضا مرتقبة بولاية لمسان. عموما السبت حيكون فيه تحسن تدريجي في حالة الطقس، درجة الحرارة تلحق إلى حوالي 34 درجة مئوية، نسبة الرطوبة فيها تقدر تلحق إلى حوالي 75%، والريح إن شاء الله ما يفوتش 30 كيلومتر في الساعة، رياح ممكن أنها تشتد تحت وقع الرعود. نشوفوا ورقة الشروق والغروب للجزائر العاصمة وبعض من ولايات الوطن. الشروق بالعاصمة راح يكون في تمام الساعة 6، أما الغروب راح يكون على 7:45 دقيقة. طابت أوقاتكم، شهادة طيبة في أمان الله.